التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركناً مهماً في عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاعات الخاصة. وتسعى القطاعات الثلاثة للعمل على تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، إذ تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لهم في مختلف المحاور. فانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس عام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي. 2022 هو عام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 23 محتاجة مننا إن احنا نبذل جهد أكتر من 2022. ويقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسساته الشريكة مبادرات إنسانية خدمية متكاملة للأهالي في القرى الأشد احتياجاً، كما يؤدي دوراً هاماً في مساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين وتقديم المساعدة الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادية، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي ودعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية. وكان من بين القوافل التي نظمها تحالف قوافل ستر وعافية التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً. فتحالف استهدف الأماكن الأكثر احتياجاً ووصل تقريباً لنحو 30 مليون مواطن مصري، وذلك بفضل قاعدة بيانات موحدة تم تنفيذها. من مصر، ياسمين جبريل.